بسم الله، وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء والمرسلين أجمعين يا ربنا يا عظيم يا كريم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في المستقبل الكثرة هي الغالبة، والكثرة هي المشركة، الكثرة اللي تدرك مفهوم الإله الأوحد، اللي راض كما تكونتي الوحي الحقيقي مش وحي متاعك، اللي يدعون النبوات يعرفوا اللي كان مش يسلموا، مش هو اللي يتعين عليهم، اللي المفاسد كلها ما عادش يرموها ولا يطبقوها. ولهذا يقول لك انا اخويا انا الزاني ما ساعدنيش باش نسلم بما جاء في القران، الزنا منا لا نقربه كمسلمين، وحرم ذلك على المسلمين، الزنا لا تقربوا الزنا قرب، يعني الزنا يبدا بالنظره المتكرره وبعد بكلام وتمثيليات وحركات وإيحاءات وجلسات حتى يتخذ بها يولي عابد أكل عاهر هذيك، ولا عابد أكل جنس مثل المفعول به. والحديث يقول لا فائدة من ذلك. على كل حال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم، وصلت المسألة، تحل المشكلة، لكم دينكم ولي دين، خذوا ابقوا على دينكم، دين الجاهلية الأولى متخلبة، وما عليها هي ديني يربطني بمولاي وخالقي ومعلي شأني ومعلمي، وهو اختارني بأن أكون رحمة للعالمين. وبرا شوف الخصائص الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، تجد أنك حقيقة أمام أعز المخلوقات عند الخالق المخلوقات. أعز المخلوقات هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كلفه الله بأعز دور باش يقوم به، ويكون الدور هذا غالب عليه صفة رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، رحمة للملائكة الكرام، رحمة للجن، ولبعض منهم استمع إلى القرآن ينزل على سيدنا عليه الصلاة والسلام، ورحمة للزهور، رحمة للطيور. إيش معنى؟ من وقت اللي أنت تبدأ تمتثل إلى أوامر الله، مثلا في وأنت حاج ما تقتلش طير، أنت لأنك وقت في عبادة يجب أن يحرم قتل الحيوانات الأرضية، فهمتوا؟ والمسألة رحمة ربي وسعت كل شيء، وتجد الرحمة اللي مثلها نبينا عليه الصلاة والسلام وعرف بها وتعامل على نمطها الرحمانية، هو نبين تيتعامل مع الأسرة، كان ما كان عنده حتى واحد سابق التعامل ذي الإنساني والتحريري، وكان أمنا جويرية عليه السلام كانت هي السبب في إطلاق سراح أسرى قومها، وسيدة عائشة أمنا عائشة عليه السلام قالت فيها، قالت هالمرأة دي من الخير جمنها تمثل في تحرير قومها اللي أسرهم النبي والمؤمنون المجاهدون عليهم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر مرته جويرية من جملة تحقيق التقدير ذاك، هو أن بشرها بعتق من قومها. والحديث يطول، لكن احنا نميل الى القول
فضفاض، بل القول اللي يكفي من قد ما تقصر وتفاهم، فهو خير يكون كما تقول أنت صفة لك ونحن من هذا القبيل، لأن من أتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام اللي آتاه الله جوامع الكلم، صديري لم ما ترد لا ردك، والسلام علينا بالتمام والكمال.